بارك فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبة في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.